اليوم وهي 8 كيلومترات. تنطلق هذه الأسامي بإنجازاتها وبسجلاتها المليئة بالذهب، تشارك في هذا العالم الساحر حتى وصلت هذه الفئة العمرية مع الكبار وانطلاقات وتحديات الكبار. نسير مشاهدينا متابعينا الكرام بالصدارة، نتابع البداية والاندفاع التلقائي الحاضر دائما مع الأمتار الأولى اللي قادت المجموعة وانطلقت بناموس هذا الشوط. تأتي بيان بالشعار سالم بن عزام بن خاتم النعيمي، شعار أمجاد اللي انتزعت المركز الأول في أول الأشواط، يأتي بتقدم بيان على الصدارة والبداية، تليها مع المركز الثاني، مع المركز الثاني هملول القادمة مع المركز الثاني بسجلاتها أيضا وإنتاج ونتائجها المتميزة في هذا العالم الساحر للسهيل بسعيد بسعيد بالقطري الخيلي من تاتي وتتقدم على مستوى المركز الثاني. ثالث المراكز شروق لراشد بن محمد بن راشد بن غدير الكتبي. نتابع المركز الرابع، نتابع التقدم والانطلاق الى شراره بشعار عامر بن حمد بن عفصان المنصوري، بينما اذا انطلقنا مع المركز الخامس وصول مع علاج المبارك بن محمد مبارك بالحرزي الشامسي، ياتي بتقدم علاج مع المركز الخامس. نتابع المركز السادس، ارى التسلل في هذه اللحظات مع سبا لحمد بن راشد بن حمد بن غدير، ايضا اسم صاله وجاله في هذا العالم الساحر، ياتي بتحديات سبا على مستوى المركز السادس. ننطلق مع المركز السابع وارهني البحريه القادمه في هذه بشعار راشد بن سعيد بن حمد بن درويش المنصوري، ايضا يتقدم مع هذا الانطلاق وعلى مستوى المركز الثامن. المركز الثامن وصول مع زعفرانه لسعيد بن عبيد بن خليفه الحميري، بينما اذا انطلقنا مع المركز التاسع، مع المركز التاسع وصول مع العنود لمحمد بن مسفر بالقوبع المنصوري، وعاشر الانطلاقات عاشر التحديات تصل تتقدم في هذه اللحظات. نتابع الثرية، نتابع الثرية لمحمد بن خميس بن خلفان الشامسي على مستوى المركز العاشر. هذه النتيجة، هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للعشر المراكز المتقدمة، ندانا الأول، جولتنا الأولى مع العشر الأسامي المذاعة والمنطلقة والمندفعة بتحديات هذا الشوط. وسألت عن موقعنا، فنحن بدينا نقترب من لوحة الخمسة كيلومترات المتبقية من عمر هذا الشوط. نعود مع الصدارة، نتابع نتابع البداية وشعارك يا سالم يا بن عنزان يا بن خاتم يا النعيمي على الصدارة. من جاء مع أمجاد بأول الأشواط يقدم بيان أيضا في هذا الانطلاق وهذا الاندفاع المتميز. نتابع نتابع المركز الثاني، نتابع التقدم في هذه اللحظات وشروق من بدأت تتسلل بدورها مع المركز الثاني، مع المركز الثاني بشعار راشد بن محمد بن راشد بن غدير الكتبي، بينما إذا انطلقنا مع المركز الثالث أرد تسلل أرد تقدم لهملولة مع المركز الثالث للسهيل بن سعيد بن قطري الخيالي. نتابع نتابع المركز الرابع، نتابع علاج لمبارك بن محمد بن حرزي الشامسي، يقدم 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 علاج على مستوى المركز الرابع. وصلت سبا خامسا بالشعار حمد بن راشد بن حمد بن غدير الكتبي. نتابع المركز السادس، وصول ايضا وتقدم مع شراره لعامر بن حمد بن عفصان المنصوري، ياتي بتقدم شراره مع المركز السادس. المركز السابع اردت تقدم للزعفرانه لسعيد بن عبيد بن خليفه الحميري، وثامن ثامن الانطلاقات
نتابع البحرية لراشد بن سعيد بن حمد المنصوري، ولكن القدوم في هذه اللحظات أرد تسلل مع العنود لمحمد بن مسهر بالقوبع المنصوري. عاشر الانطلاقات، عاشر التحديات، تصل تتقدم تتسلل في هذه اللحظات مع المركز العاشر بشعار غانم بن حمد بن نص المنصوري. من ياتي بتحديات اوزان، من بدأت تتسلل بدورها مع المركز العاشر. هذه النتيجة، اكملنا النداء الثاني للعشر المراكز المتقدمة، ولكن لنا عودة مع الصدارة مع بداية هذا الشوط مع اشراقة هذا الصباح. نعود مع المقدمة، ما شاء الله تبارك الله، بيان بيان بيان، تقود المجموعة، تنطلق بنا موسي هذا الشوط. سالم بن عنزان من خاتم النعيمي ياتي بتحديات، وانطلاقته ايضا بيان على الصدارة. المركز الثاني تصل تتقدم في هذه اللحظات من عمق الميدان. نتابع انطلاقة شروق لراشد بن محمد بن راشد بن غدير الاكتبي، هملولة مع المركز الثالث، تتسلل ايضا تتقدم مع المجموعة المتقدمة للسهيل بن سعيد بن سعيد بالقطري الخيلي. ننطلق مع المركز الرابع، كي أرد تسلل من الجانب الآخر، شعار بالحرزي ياتي بتحديات علاج، مبارك بن محمد بالحرزي الشامسي، وعلى مستوى المركز الخامس تصل تتقدم العنود بشعار محمد بن مسفر بالقوبع المنصوري. خماسية خماسية على مقدمة هذا الشوط مع الكادر العلوي لقناة دبي ريسينج، ومع المركز السادس تصل في هذه اللحظات. نتابع سبا لحمد بن راشد بن حمد بن غدير الكتبي، المركز السابع، شعار ايضا يتقدم في هذه اللحظات، راشد بن سعيد بن حمد بن درويش المنصوري. وعلى مستوى المركز الثامن، وصول اسم جديد، سيوف القادمه، راشد بن سعيد بن مبارك بن مقرن الفلاسي يتقدم بهذا الانطلاق. وعلى مستوى المركز التاسع، اوزان لغانم بن حمد بن نص المنصوري. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، والتحديات مستمرة، الانطلاقات في هذا الشوط بهذا الأداء المتميز. نتابع البداية والمقدمة وصدارة هذا الشوط، أول أشواط المهجنات الأصايل في هذا التحدي مع هذه الأسامي اللي سطرت إنجازاتها بحرف من ذهب، تشارك أيضا بافتتاح مسافة 8 كيلومترات على أرضية هذا الميدان. والتغيير التغيير التغيير اللي طرى وجرى على المقدمة، العنود عاندت وانطلقت بناموس هذا الشوط. أهالي المرموم يتابعون تحديات العنود، محمد بن مسهر بالقوبع المنصوري ياتي بتحديات العنود، ولكن نتابع المركز الثاني، نتابع شروق مع إشراقة شمس هذا الصباح، تتسلل تتقدم مع المركز الثاني. يتابع شروق بهذا الانطلاق، راشد بن محمد بن راشد بن غدير الاكتبي هملولة على مستوى المركز الثالث، متابعة السيل بسعيد بالقطري الأخير. من يقدم هملولة على مستوى المركز الثالث، رابع الانطلاقات بيان لسالم بن عنزام بن خاتم النعيمي، وشعار بالحرزي مع المركز الخامس يقدم علاج، مبارك بن محمد بالحرزي الشامسي. ولكن اللي وصلت النشلة، تتسلل تتقدم بأول ندى، يقدم همسلم بن مبارك بن حمد بالعود العامري، ياتي بتحديات النشلة، من تنطلق مع المركز السادس، المركز السابع، أرهني زعفرانه لسعيد بن عبيد بن خليفه الحميري، والفايزه قادمه لسعيد بن مطر الرميثي. مع المركز الثامن، المركز التاسع من الجانب الاخر، هيام لسالم بن سعيد بن منانه اوزان، عاشرا بشعار غانم بن حمد بن نص المنصوري. هذه نتيجتنا وندانا الأخير للعشر المراكز المتقدمين.
الصدارة، الصدارة مع العنود، مع العنود اللي معاد، اللي معاد اللي معاد بهذا الانطلاق وبدون أوامر، عصاها راق دوامنا حتى هذه اللحظات بمتابعة محمد بن مسهب القوبع. المنصوري والنشلة قادم مع المركز، مع المركز الثاني، مع المركز الثاني. النشلة 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 بشعارك مسلم يا بن مبارك بالعود العامري، يقدم النشلة، أعطيت الأوامر مبكرا في هذا الشوط. ما شاء الله، وانطلق الجميع، انطلق الجميع، العنود والنشلة، النشلة والعنود، العنود والنشلة. الموقف 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 خطير على مقدمة هذا الشوط مع هذه التحديات. الحاضر ما شاء الله، طارا طارا طارا، الذلل، المهجنات، الأصايل، السرعة 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 في اللحظات الأخيرة. العنود والنشلة، النشلة والعنود، وهيام قادمة، هيام قادمة مع المركز الثالث. أهالي المرموم، أهالي زاخر، أهالي زاخر، أهالي زاخر يتسللون مع النشلة، ولكن العنود صامدة، العنود صامدة، العنود صامدة. اللحظات الأخيرة، اللحظات المثيرة، والعنود، النشلة، 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 العنود، العنود، النشلة، النشلة، العنود، 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 العنود. سلام للمرموم، سلام، تهانينا لمحمد بن مسهب القوبع على فوز العنود بالمركز الأول. المركز الثاني النشلة، لا مسلم بن مبارك بالعود العامري. المركز الثالث شعال سالم بن سعيد بن منانة. المركز الرابع شعار راشد بن سعيد بن حمد بن درويش المنصوري. المركز الخامس شعار مبارك بن محمد بن حزي الشامسي. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، الشوط المهجنات، الأصايل اللي حمل التحدي والإثارة حتى اللحظات الأخيرة، وهالي المرموم يحتفلون بناموس هذا الشوط وبقيادة أيضا محمد بن مسفر بالقوبع المنصوري. 12 دقيقة 55 ثانية، 6 أجزاء من الثانية هو توقيت العنود. سلام للمرموم، سلام، تحية واحترام مع هذا الانطلاق المتميز. النشرة من جاءت مع المركز الثاني ب 12 دقيقة 55 ثانية، 7 أجزاء من الثانية. تهانينا لمسلم بن مبارك بالعود العامري، قدمت أيضا أداء متميز في هذا العرض المثير. هيام تصل مع المركز الثالث، 12 دقيقة 56 ثانية وخمس أجزاء من الثانية. تهانينا للمتحدي سالم بن سعيد بن منانة. هكذا مشاهدينا.